ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداولت صفحة مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق منع سيدة من وضع مظلتها بالشاطئ بحجة أن المكان محجوز من طرف أصحاب كراء المظلات بشواطئ عمالة المضيق الفنيدق. واستنكر النشطاء احتلال الملك العمومي في العديد من الشواطئ والتي يكون ضحيتها المواطن الذي يضطر لأداء مبالغ مالية مقابل الاستمتاع بأجواء الشاطئ، بينما حمل نشطاء آخرون المسؤولية للجماعات التي تقوم بتفويت صفقات كراء الشواطئ لمستثمرين يقومون باستنزاف جيوب المواطنين في غياب المراقبة والشفافية والوضوح، مما يتسبب في مشاكل ونزاعات بين المواطنين وأصحاب كراء المظلات. في حين تساءل الكثيرون كيف يمكن تشجيع السياحة الداخلية في ظل هذا العبث وفي غياب تام للمراقبة وترك المواطنين عرضة لكل أنواع الابتزاز. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.